يعني أنت في منصب إداري أو قيادي في شركة مؤسسة أو فريق عمل، أو أنت رائد الأعمال أو صاحب بيزنس عايز تعرف إزاي تطلع من مرحلة لمرحلة وأنت بتحسن مهارتك القيادية والإدارية. لو عايز تعرف الأجوبة عن الأسئلة دي خليك معانا في كتابنا الجديد 5 Levels of Leadership. جون ماكسويل بيقول إن في 5 مراحل للليدرشيب كل واحد فينا لازم يعرف يعدي عليها ويتعلم منها. من مدة كنت قاعد مع بعض الناس والأصدقاء وبنتكلم كده في بعض المواضيع، مهم واحد منهم ابتدى يحكي لي قصة عن هو بيودي صاحبه لمستشفى، ولما دخل المستشفى دي دخل أوضة الإمرجنسي لأن صاحبه كان عيان قوي. مهم بيقول لي وإحنا داخلين المكان كان مهرجل جدا والناس مش مركزة خالص، ويعني الدكاترة اللي هناك ما كانوش قوي مهتمين بينا. بيقول لي شوية كده ولقيت الدنيا اتدربكت والناس كلها جريت وكل واحد ابتدى ينظم، وابتدينا بعد كده نلاقي الدكاترة 1 و2 و3 يجوا عندنا. بيقول لي ببص لقيت صاحب المستشفى دي او مدير المستشفى دخل، فالكل جري ان هو يرجع لشغله، واللي في ايديه سجارة رماها وابتدى يشتغل. المهم لما عرفوا ان صاحبي ده او صاحبه هو من صديق لصاحب المستشفى، ابتدى بيقول لي ابتدى الاهتمام جدا بينا، ولقيت دكتور و2 و3 واقفين معانا بيساعدونا. والقصة دي بتشرح لك الليفل 1 اوف ليدرشيب او المرحلة الاولى في الليدرشيب، وهي ليدرشيب باي بوزيشن. جون ماكسويل بيقول ان ليدرشيب باي بوزيشن هي ان انت اتحطيت في منصب قيادي او اداري، وبيقول ان المنصب ده في المنصب ده او في المرحلة دي الناس بتتبعك وبتمشي وراك وبتسمع نصايحك لان هم مضطرين. في الاخر انت مديرهم والمرتب بتاعهم متعلق بيك وانت مسؤول عن الحتة دي او باي طرق مختلفة من التأثير عليهم. فبيقول ان في المرحلة دي الناس دايما بتتعود ان هي تمشي وراك بس عشان انت القائد او انت في المنصب. وبيقول ان اللي بيتحط في منصب اداري او قيادي هو مش قائد او مدير، هو مجرد منصب. واحنا وانا وانتو وكلنا كده اشتغلنا عند حد عارفين ان هو احنا بنتبعه مجرد بس ان هو في مركز قيادي او اداري. وبيقول ان دي المرحلة الاولى اللي لازم كل واحد فينا يعدي بيها، والمرحلة دي مهمة جدا وفيها مشاكل كتيرة احنا بنواجهها، بالذات فكرة القائد الاوحد او الوان مان شو اللي كتير قوي من البيزنسز في مصر بتعاني منها، وكتير قوي من الناس وفريق العمل بيعاني من مشكلة القائد الاوحد او فكرة الوان مان شو اللي هو بيدي الاوامر وكلنا لازم نتبعه. وده بياخدنا للمرحلة التانية. احنا قلنا في المرحلة الاولى برضو كلمة مهمة قوي، ان الناس بتتبعك وبتديلك اقل نوع من الشغل او اقل انرجي او طاقة ان هم يديها لك، زي ما شفنا في فكرة او قصة المستشفى دي وقصص كتيرة جدا، ان هم مضطرين يعملوا الشغل ومضطرين يتبعوك فبيدوك اقل نوع من الانرجي ان هم ممكن يدولك او الطاقة في الشغل. المرحلة الثانية اسمها مرحلة الكونكتيفيتي او بيرميشن ليدرشيب، ودي بداية المراحل اللي الناس بتبتدي تتبعك عشان هم عايزين يتبعوك، ودي مهمة قوي. طبيعة الليدرشيب الليدر او القائد في المرحلة دي دايما بيقول ان هو بيبتدي يعمل علاقة مع الناس، بيعمل كونكشن، فبيبتدي يهتم بيهم، يتعرف على فريق العمل بتاعه، ايه اهتماماتهم، ايه مشاكلهم، بيحاول يبني علاقة اقوى معاهم ويبني نوع من اتصال اقوى، ويحاول ان هو يحل لهم مشاكلهم اللي في الشغل او كده، او ييسر لهم امورهم في الشغل بحيث ان هم يقدروا يدوله اكتر. والناس بتبتدي في المرحلة دي بتحبك او بتبقى مبسوطة من المدير او القائد، فبتقدر تديله شغل اكتر، لا بتتبعه لان هي في علاقة ظريفة بينك وبينها. وكلمة مهمة جدا لجون ماكسويل صاحب الكتاب او كاتب الكتاب، وهو من الكونسلتنس الكبار او الاستشاريين الكبار في امريكا في الليدرشيب والقيادة والادارة، بيقول ان الليدرشيب عامة او القيادة هي people business. يعني لو الشخص مش ما بيحبش او مش طايق ان هو يتعامل مع البني ادمين او ما بيحبش يتعامل مع البني ادمين، الادارة او القيادة مش المكان الصح بالنسبة له. فلازم تتعود ان اول شيء لازم يتعاملوا اي شخص اتحط في منصب قيادي او عايز يكون قائد يتحسن ان هو يبتدي يعرف ازاي يتعامل مع الناس، ودي مهمة جدا. وهي دي تاني مرحلة من مراحل القيادة، ان انت تبتدي تبني كونكشن وعلاقة بينك وبين الناس اللي بتشتغل معاهم. مش معناه ان انت لازم تكون صديقهم القريب او الانتيم، لا، بس لازم يبقى في علاقة ظريفة بينك وبينهم. وبننتقل بعد كده للمرحلة التالتة. المرحلة التالتة هي البرودكشن او الانتاج. احنا انتقلنا من المرحلة الاولى
اللي انت اتحطيت في المنصب، المرحلة التانية انت ابتديت تعمل علاقات مع الناس، المرحلة التالتة هي ان انت تنتج. والقائد المنتج سواء مثلا ده عامة بيبقى شخص اشتغل في سيلز او ماركتينج او حسابات او هندسة او غيره، وابتدى يورع ان هو شخص بينتج في الشغل وفعلا بيقود الفرق بتاعته كويسة جدا، فابتدى يترقى. فالناس في المرحلة دي بتتبعك لان هي عارفة ان انت عارف انت بتقول ايه، او ان انت فعلا انتجت والشركة شايفة ان انت مثلا عليت السيلز بتاع الشركة، او ان انت عملت احسن تصميمات في الشركة، او ان انت كنت انجح دكتور في المستشفى. فابتدت الناس بتتبعك عشان شايفين ان انت ناجح او انت راجل منتج. والمرحلة دي فكرتها ان انت بتبتدي تقود الناس او تعلمهم التكنيكال او الصنعة بتاعتهم احسن، او التكنيكاليتي بتاعت الشغلانة اللي هما بيشتغلوها احسن. ودي بتبتدي المرحلة الثالثة معاك، ودي مهمة جدا لان كتير من الناس اللي هما ناجحين في شغلهم بيقفوا عند المرحلة دي، ان هو يركز جدا في نجاحه وبيبقى صعب عليه المرحلة الرابعة. وفي الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم على المرحلة الرابعة والخامسة في مراحل الليدرشيب او مراحل القيادة ان شاء الله. ياريت تعملوا لنا سبسكرايب ولايك للبيج الفيسبوك بتاعتنا، ولو عندكم اي استفسارات او اي اسئلة اكتبوها لنا في الكومنت سيكشن، وياريت تتواصلوا معنا ونشوفكم ان شاء الله بحلقة جديدة في بيزنس بالعربي.